كما تعلمون أن المجلس الإقليمي سابقا كان يخصص 95% ديال الميزانية ديالو مخصصة للبلدية ديال القليمي، 5% موجه إلى الجامعات القروية 16-18. هذه السنة، هذه الثلاث سنوات، لا يعقل بأن تكون 18 جامعة قروية مخصص لها 5% ديال الميزانية ديال الإقليم و95 يخصص لمدينة لبلدية قلميم، رغم أن البلدية هي عاصمة الجهة، ولكن أرى أن العالم القروي هو بحاجة إلى هذه الأموال، وقمنا بعكس الصورة.